وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، مصر تجدد موقفها الرافض لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كيف ترى سيادتك دور مصر المحوري للوصول لحل شامل للقضية الفلسطينية والمساعدة في إنفاذ المساعدات ودخول المساعدات للأشقاء رغم العراقيل الإسرائيلية؟ نحن نعتز بالموقف المصري الذي لم يتغير واتسم بالثبات منذ 2000 سنة قبل الميلاد. الجيش المصري ذهب إلى نفس المنطقة ليحررها من غزو الهكسوس 2000 سنة قبل الميلاد بقيادة تحمس. الجيش المصري ذهب بقيادة صلاح الدين الأيوبي ليحرر المنطقة من الغزو الصليبي. ثم قرر الغرب أن يزرع إسرائيل بعد حرب نابليون وغزو فرنسا للمنطقة لكي يخلق كيان يفصل العالم العربي مشرقه عن مغربه ويستنزف قوانا ويظل عنصر تهديد للمنطقة، ثم يستنزف قدرتنا في شراء أسلحة. يكفي أن نعرف أن الأسلحة التي بيعت في الأسابيع القليلة الماضية فاقت 50 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي أعلن أنه سينتج مزيد من الأسلحة ب100 مليار دولار أخرى. مسألة معقدة جدا، لكن الحمد لله أن رغم الشهداء، وطبعا عند الله شهدائنا، لكن نحتسبهم عند الله، ولا يوجد كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مرات، لا توجد أسرة في مصر إلا وفيها شهداء، وبالتالي يعني شهدائنا عند الله، لكن لا أحد يفكر في أن يتوانى عن نصرة قضية بلدي لأنه يستشهد، فهم عند الله أحياء عند الله إن شاء الله. صحيح. فسنواصل هذا الوضع. ثم مصر مضطرة الآن أن تعلن بصوت عالي أنها لن تقبل تحت أي وضع من الأوضاع بإنهاء القضية الفلسطينية على غير ما يرضى الفلسطينيون لبلدهم. لن تقبل بالتهجير، لأن هذا سيكون على حساب هذا الشعب البطل أو على حساب مصر، لأن هناك أطماع في أن يأتي البعض منهم في مصر. نحن نعلم أن هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالفعل موجودين في مصر، بل بيننا وبينهم مظاهرة، سواء كثير من الفلسطينيين يتزوجون مصريات أو العكس. لكن هذه قضية تتعلق بالهجرة، وهي هجرة قانونية ومشروعة نقبلها ونتحملها. بل من الأشياء الملفتة أن الرئيس أعلن أن لدينا 9 ملايين ضيف ما بين سوداني وسوري وفلسطيني. سعادة السفير، وجود الضيوف في مصر شيء طبعا، وفكرة تهجير الفلسطينيين قسريا هذا أمر مرفوض تماما من الدولة المصرية. وأيضا هذا هو الوضع طبعا. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق.